يا مساء الورد، يا مساء السعادة. أخباركم؟ كيف الصحة؟ طمنونا عليكم بعيد الشر. يومين القساسي ما طل عليكم، يومين ماشي رسالة جات سلامات. وينك يا مخلوق؟ عسى ما شار. أفا 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 أفا، ما يطيع زينكم. الله يعطيكم الصحة والعافية، مسين عليكم ويومكم سعيد إن شاء الله، وطمنونا عليكم كيف الأمور. يهلا 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 يهلا. مو مالك بيك مستوي أنا؟ ها؟ ماله؟ متغير يا أخي. ها؟ والله صدق ماله كذا. وقي ماله؟ إن شاء الله. نور لي ما عندك كنا. ما فلتر. ها؟ فلتر. انا مصور قبل واحد بدون فلتر، يوم جيت انت سويت لك فلتر. دايما ابى اطلعك جميل للناس. انا استغربت كذا يا اخي، يعني انا هالقد حلو هالقد. والشنب واللحيه وين؟ الفلتر مشان منين ولا شيء؟ لحيه رابك يا موس. وين هي؟ ها والله صدقك يا تو انا ما لحيه في. ها مطلع لنا الفلتر. وين انت؟ صدقك والله هين راحت. هين راحت ابو واجد يوم خف ذا الدشان ذا يوم تسي مع الحلاق، تراك ما عاقبني سوى تنظيف خف شنب لحية عمرو. التنظيف ما سويت غير يوم العيد، غيره ما شيء. ما صحيح والله توكيك ما منظف. ها تبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طالع عمر الحمد لله. عمر سكري. انا عارف ان عمره حلو بس بسألك. عارف ان عارف ان عمره حلو انا. ايوه ايوه بس لا تصدق نفسك. والله ايه لا تصدق نفسك. حلو. مو تبع عصير اطلب لك اليوم؟ بناخذ مسمى ذاك. والله ما حلو ما ناخذ افوكادو. والله الناس ملوها الافوكادو من كثر ما نطلبها. انا عن نفسي افوكادو. وانت؟ افوكادو بدون سكر. هي بدون سكر. لا هدرك. يلا ابوي تو يبدا العلوم. عمرو هلا والله. غيرنا الفلتر. تو زين؟ غاوت ذاك. ايه. مو الجديد ان شاء الله ما بعد العيد في الاعمال القادمه. الجديد انا برجح الرياضه صراحه. اي نعم برجح الرياضه. يلا سوينا جدول. ماشي اسمه حبيبي برجع الرياضه. الرياضه عزيمه. الرياضه يوم زمن بديت فيها ماشي اسمه اسوي رياضه اليوم واودر واقول مره بقى اسوي رياضه. المفروض الشخص اللي يحب الرياضه ما يفوتها يوم ويخف يديه من الاكل. لا لا خال خفف خاف. انت لونه وباتوكله لونه. منه؟ لونه. ما بقى لونه عذرت ما بقى منه. لونه مريض اليوم. ماله؟ بطنه. اظن عم ذاك الحليب. لا لا شوي العيد. لا لا خلنا شوي. مالك كيك؟ شوي حنا دعاء ما حلو هو ذاك الحليب بس نيدو. ها؟ نيدو حلو بس. لا لا اعطينا في حليب طازي. زين هو. ايوه. ومسمه؟ اه والله. حبيبي اليوم ما طلبنا يا اخي. حبيبي ادي لي 2 افوكادو. على كيف كيفك؟ عايزها كل مره؟ ايوه افوكادو بدون شيء، بدون سكر، بدون مكسرات، بدون اي حاجه. لان احنا تعبنا من السكريات ومن اللحوم ومن الشحوم. الاثنين موجود. انت هتغير خلاص معي معي. اليوم في صفي الافوكادو. انزين. وخف ايديك عن الاكل وابدا جدول رياضي. وانا انسى اللي فات انك انت تكلمت علي في الرياضه وابدي بالجدول من جديد. غاوي متى باكر؟ بشوف اذا باكر الجدول يسمح من بكره نبدا. ليش ما يسمح؟ يسمح الجدول تو ماشي رمضان. ها انا برجع اليوم قبل باكر الرياضه ضروري صراحه. معناته حد انتقدك. حد انتقدك؟ لا انا شفت صراحه يعني وضعي ما يسر. لا حتى نومتك ايه. عمرو تخيلوا متنام انا ادخل عليك نايم صح. والله يوم عن يوم ألقنك الشهادة فكرك بتموت. صرت يا أخ والله كذا. عمرو أمانة وضعك وضعك في الوزن بأمانة ما زين. واجد يا أخ واجد زدت يا أخي. إيه والله. ما أعرف أظنك يعني سوي لنا خميرة بدع نسوي الأكل. ها؟ أظن سوي لنا الخميرة. ما الخميرة لا كثرة الأكل واجد وزنك زايد بكتير. لكن مو تسوي تأخذ عين رمضان وخذ عين العيد. أوكي باشر. فرحان انت دفعوه حسابي. خير ان شاء الله. ايش عندك اخوي؟ ايه ترى ما مالك شاهد ما شاهي. مات مو يلك في الناس انت. مو يلك في الناس. المهم هذا تشوفك انه معضل اللي يسوق.
بيعطيك شغلك. انا واحد بركض اشل نعالي واخطف ركض غبار. اوين سالفه النشامه وسالفه اني اوين ذا؟ لا والله ما حل الازعاج ما حل. ناس جالسه يعني على روقان. على روقان ايوه على حلو على روقان على برجر. يمكن ناس نايمه فوق محلات زيله من نايم فوق وطابق واحد. اي والله صدقك تعال صح ما حل. زين فعمر وانا نصيحه لوجه الله خف وزنك نومتك مثل ما قلت لك يا شفطني والله شفطني زين فنومتك والله والله. وعلى فكره انت من النوع اللي ما يغمض عيونك كامل يوم ينام. ما اعرف حد ما يغمض عيونه يوم ينام كعمره. هي ذيك الزرافه حين يودها ما مغمضه ها الزرافه ذيك نام ما مغمضه هي واقفه وفاتحه. من ذا قال؟ صحيح ما صحيح. ما سمعنا احنا الزرافة انها تنام واقفة ومفتحة عيونها. فين ذكريته انت؟ ولا تسو مرة سالفة السوسة مرة الكذب غاب الحالة. شوف الحالة خلاص عادت الساعة 12 ترى كل ذي يسد الحركات عشان اقول له يلا خلا روحنا ويروح مع ربعه. مفهومة السالفة ماشي ربع ها؟ ماشي ربع سعنا.